وهذا الرجل الآخر كابتن الكبير الأسطورة محمود الخطيب، اليوم أهدوه لاعبي النادي الأهلي لكرة السلة كل ميدالياتهم. النهاردة كابتن محمود الخطيب كان بطل فوق العادة كالعادة، دايما في الصورة ودايما يخطف الأضواء، ولكن أضواء هؤلاء الأبطال كانت واضحة لكل جماهير النادي الأهلي بشكل رائع جدا، مشاهد رائعة جدا. الجميع يسلم الكابتن محمود الخطيب ميدالياته في مشهد رائع. تكرر هذا المشهد من قبل في كرة القدم في احدى بطولات النادي الأهلي، مش متذكر في هذه اللحظة، كان ماتش السوبر لاعبي النادي الأهلي سلموا الميداليات، لاعبي النادي الأهلي كرة القدم سلموا الميداليات للكابتن محمود الخطيب، والنهاردة لاعبي كرة السلة يسلمون الميداليات للكابتن محمود الخطيب. مشاهد رائعة، مشاهد كبيرة.